الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. إن الله سبحانه وتعالى يربي عباده ويرقى بهم في هذه الحياة الدنيا ليكونوا أهلا لما أعد الله لهم في جنات الخلد التي وعد المتقون. وإن الله سبحانه وتعالى يبث الدروس للمؤمنين في كتابه الكريم ليتعلموا ويتفقهوا. ونحن اليوم أيها الإخوة في يوم عيد في درس من دروس القرآن الكريم، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نحن اليوم أيها الإخوة مع درس من دروس القرآن الكريم، مع كلمة من كلمات ربنا سبحانه وتعالى، ويكفينا الحديث في هذه الكلمة ولو أردنا أن نستوعب الكلام عنها لاستغرقنا الساعات والساعات. الكلمة المطلوبة أيها الإخوة هي قوله سبحانه وتعالى: وتزودوا، وأخص الحديث عليها. الزاد هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره. والذي يمعن النظر في هذه الكلمة وتزودوا يجد أنها منهاج وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده في الحج وفي غير الحج. فالذي يتزود قبل الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وتزودوا. الذي يتزود قبل الحج هو إنسان عاقل أعمل فكره في مؤونة السفر الذي يبتغيه. الذي يتزود للحج إنسان يتدبر عاقبة الأمور، فهو لا يبدأ ولا يشرع في أمر حتى يتدبر عاقبتها. فالمسلم في منهاج وشرع الله سبحانه وتعالى بعيد كل البعد عن سذاجة التواكل وجهل الاتكال على غيره. الذي يتزود لهذا السفر كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وتزودوا، فيهيئ لهذا السفر لهذا الحج، فيهيئ له النقود والطعام والشراب واللباس، ويقوم بالحجوزات ومعرفة أماكن مكثه وأوقات سفره، يسير على نهج الله سبحانه وتعالى وأمر الله القائل: وتزودوا. الذي يتزود للحج يهيئ لهذه العبادة العظيمة ويحشد لها الإمكانات. وما ذلك أيها الإخوة إلا تعظيما وتقديرا وتقديسا لشأن هذه العبادة وتحقيقا لمنافعها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يتزود للحج ويعقل هذا الدرس من القرآن الكريم ويمشي به في حياته ومسيرته وسلوكه، الذي يتزود للحج يصون نفسه ويكفي نفسه مؤونة السؤال. السؤال أي أن يسأل الناس أموالهم، وفي سؤال الناس مذلة. والله سبحانه وتعالى لا يريد لهذا الحاج الذي يقصد بيته المكرم، الذي يخرج من بيته قاصدا الكعبة الشريفة
حاجا معتمرا لا يريد له أن يذل لغيره، ولا يريد للمسلم أن يسأل غيره، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى لعبده أن يشكو أمره إلا إليه. هو سبحانه يربي العبد، يربي العبد على هذه المعاني. فلذلك حق لهذه الكلمة أن تكون منهجا وضعه الله سبحانه وتعالى لكل حاج، ودرس يتلقاه كل مسلم ثم يسير عليه في مسيرة حياته، يقوم به المؤمن قبل عبادته. وتزودوا قبل أن يخرج إلى الحج وقبل أن يشرع في العبادة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الذي يتزود للحج يبذل الأسباب ثم يتوكل على مسبب الأسباب، فلربما تزود الحاج قبل سفره وضاع منه زاده أو فقده بحادث أو غيره، وحينئذ يقول هذا العبد قدر الله وما شاء فعل. والقاعدة المضطردة أيها الإخوة، القاعدة المضطردة المقاس عليها أن المسلم الذي يتخذ الأسباب ثم هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى تأتيه النتائج على وفق ما قدم من سبب، هذه هي القاعدة المضطردة. فإن كان غير ذلك، أي إنه قدم الأسباب ثم كانت النتائج خلافا لهذه الأسباب التي قدمها، يأتيه الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ويأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الذي يتزود للحج أيها الإخوة يقطع عن نفسه شر أن يمد عينيه أو يديه إلى ما لا يحل له. وقد جاء أن بعض أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون: نحن متوكلون على الله، أنذهب إلى بيت الله ثم لا يطعمنا الله؟ هذه كانت دعواهم، أنذهب إلى بيت الله ثم لا يطعمنا الله؟ ثم تضطرهم الظروف لأن يسرقوا، فجاء الأمر بالتزود، أن يتزود قبل سفره ويهيئ قبل عبادته حتى يقطع الحاج على نفسه هذا الشر. ولا يخفى عن اللبيب الفطن الذي يعلمه الشرع، والذي اتخذ الدين والقرآن الكريم معلما لا يخفى عليه، حين إعمال الفكر والعقل وتدبر العاقبة، وهذا التزود الذي نذكره عن سفر من بلد إلى بلد في بعض المسافات وبعض الكيلومترات، لا يخفى على الإنسان العاقل أن هذا السفر في الدنيا وهذا الأمر الذي يبتغيه في يوم أو يومين، فكيف هو السفر إلى الدار الآخرة؟ ولذلك فنحن تحدثنا أيها الإخوة في كلمة واحدة فقط، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا، ولم نتحدث في تركيبها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن ذلك سيطيل بنا المقام. ولا يخفى عن اللبيب كما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يقول له: إذا كان ذلك في السفر الدنيا فكيف بالسفر إلى يوم القيامة؟ اعلم أيها المسلم في تزودك لكل أمر من أمور حياتك، اعلم أن خير الزاد التقوى، واتخذ الزاد إلى يوم القيامة، اتخذ ليوم القيامة من العمل ما يرضيك وما تراه فتسر بحسنتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، ويا فوز المستغفرين استغفر الله. الله أكبر، 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 الله أكبر ما كبر المكبرون. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله،
إن الله تبارك وتعالى قال ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام ذوي الفضل العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الحسن والحسين سبط رسول هذه الأمة وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد مسائله إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم كن لنا عونا معينا ناصرا ومؤيدا وحفيظا. اللهم وفق الحجيج لحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور واكتب لنا مثل ثوابهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا مثل ثواب من حج واعتمر وطاف وسعى ولبى وكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك وألجأنا ظهرنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ارحمنا يا رحمن يا رحيم تب علينا يا تواب يا سميع يا عليم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.